الفرق بين مؤخر الصداق والمهر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن المهر يدفع عند العقد مرة واحدة، لكن الناس لأنهم لا يتمكنون من دفعه مقدما مرة واحدة، فإنهم يجعلون جزءا مقدما وجزءا مؤخرا، وكل ذلك من المهر. بل إن الناس الآن لا يدفعون مهرا ويجعلون سائر المهر مؤخرا، ونحن نحذر من هذا، لأن هذا المهر اللي هو المؤخر ده هو مهر المرأة، هو دين على الزوج، فإذا تيسر له في أثناء حياته فليسدد هذا الدين ويخرج من إرثه من التركة قبل التوزيع إذا توفي، يعني يصير مستحقا على الوجوب إذا مات أحدهما، إذا مات الزوج أو إذا ماتت الزوجة، فهو دين. يبقى المهر هو مهر سواء كان مقدما وده الأصل، أو كان كما الآن العرف أنه صار مؤخرا، لكنه مهر وهو دين على الزوج. نعم.